بسم الله رب العالمين. كابتن عادل، شايف ماتش النهارده ازاي؟ وهل الاجهاد والاحباط بالنسبه للاعيبه الدوليين ممكن ياثر عليهم النهارده؟ اكيد طبعا كده، يعني أكيد. يعني يعني بص، انا في حاجه انا دائما في كره القدم لا امن لها الى الاخر. النادي الاهلي بطولتين اللي فاتوا وصلنا الدور الثاني في عناء شويه، لان صح. النادي الاهلي بيحصل له موقف غير عادي انه بيلعب في الفتره دي مباريات مضغوطه، وزادت كمان كاس العالم وكاس امم السنه دي. يعني احنا بنلعب بطوله افريقيا، بطوله العالم للانديه لعبناها، وبعدين لما تيجي تلعبها بترجع للدوري بيبقى مضغوط، فانت حتى بتطلع من الدوري المجموعات بتدخل تاني. ولكن علشان عدم الاستمراريه السنه دي زادت عليها اخفاق كاس العالم، اخفاق كاس الامم، اخفاق كاس العرب، واللعيبه اللي عندك اللعيبه المفترض اللي هي الدوليه اللي بتلعب. سيبك من كاس العرب لانه كان مدته طويله شويه، لكن كاس افريقيا وبعد كاس افريقيا رحنا لعبنا كاس عالم الانديه، وبعد كاس عالم الانديه تصفيات كاس العالم، وحصل لك احباط، فانت لازم عندك شغل كتير قوي. النادي الاهلي مطالب النهارده ان هو يخرج اللعيبه من الاحباط اللي هو الناس الدوليه اللي كانت موجوده، وحتى اللعيبه المصريه اللي حزنت وزعلت ان ما وصلناش كاس العالم. لكن دي حاجه مهمه جدا ان احنا نتخطى النهارده الهلال، نشتغل برضو بحرص وحرص كبير قوي. احنا الافضل، احنا الاحسن، كل حاجه، ولكن كره القدم مطالبه جوه الملعب، عاوزين عمل، عاوزين شغل جوه الملعب. انا بخاف دائما من الحاجات دي. احيانا كره القدم بتبقى فيها حظ، وبتبقى فيها ممكن ما يبقاش يومك ولا اي حاجه. فالنهارده لازم حرص كويس، عايزين نتخطى الدور ده ونروح الدور الثاني باي شكل. المباراه عاوزين نلعبها باحترافيه كامله، وبعدين لما نضمنها ان شاء الله نقدر نعمل كوره بقى ونقدر نعمل. لكن انا اتمنى النهارده، لان انا شايف في صعوبه فرقه الهلال لا اقصى اليمين لا اقصى الشمال، فرقه بتخسر سهل جدا وبتكسب سهل جدا، عندها مشكله كبيره اليوم بتاعها. يعني لعبوا مع سان داونز في السودان، اطرد من سان داونز في اول اربع دقائق او خمس دقائق لاعب، وخسروا 4-2. وغير كده عملوا معاك ماتش جامد وتعادلوا معاك 0-0 هناك. يعني تحس ان هم لا منطقيه عندهم الفرقه دي، انا بخاف منها جامد. ولكن اتمنى النهارده النادي الاهلي يكون عنده حرص كبير